السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله مساكم كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع تقريب الحدود. أقدم لكم اليوم نظرة شاملة على الكاميرا HX300، الكاميرا الحديثة جدا واللي سوينا لها نظرة أولية في جايتكس الشباب. الكاميرا هذه تعتبر من كاميرات تصور والتقط، لكنها الحجم الخاص فيها تعتبر من يعني قد ممكن تلاحظ أنها من ضمن الكاميرات DSLR، لكنها زي ما ذكرنا من السايبر شوت أو الكاميرات اللي تعتبر من فئة تصور والتقط. طيب الكاميرا مواصفاتها بشكل سريع جدا، 20.4 ميجا بكسل مقارنة بالنسخة السابقة اللي هي HX200V اللي هي 18 ميجا بكسل. تقريب بصري 50 مرة، وهذا تقريب ممتاز جدا بحيث انه يعطيك زوم عالي جدا. تصوير فيديو 1080V بسرعة 50i اطار بالثانية. عجلة خاصة بتحكم وضعيات التصوير، منها التصوير البانورامي او التصوير حتى بتقنية الابعاد الثلاثية، لكن تحتاج الى نظارات او شاشة تدعم هذه التقنية حتى تشوف الصورة بتقنية 3D. ايضا من ضمن حساسية الضوء الخاص فيها من 80 الى 12800. الشاشة الموجودة امامكم ان هي 3 انش طبعا 921 الف نقطة. لو ناخذ لفة بسيطة على نشوف وش المنافذ الموجودة في هذه الكاميرا، زي ما انت شايف انه هو الكاستوم وزر الفوكس، زر الخاص بتفعيل او اطفاء الكاميرا. عندنا نوعين للتحكم بالتقريب البصري، اما بالعجلة الموجودة هنا او انك تحركها بالطريقة هذه. طبعا لما تشغل الكاميرا تحتاج انك راح تحركها بهذه الطريقة، وبالتالي انها راح تسوي تقريب بصري 50 مرة. طبعا نلاحظ من ناحية تجربتنا لما سويناها بالتحكم عن طريق هذه راح يصدر لك صوت اثناء تصوير الفيديو، لكن لما سويناها عن طريق العجلة الكبيرة طبعا ما كان في صوت. فانت لك خيارين، اما انك تتحكم بالشكل السريع هنا او التحكم بهذه. طبعا ايضا من الخصائص الموجوده في الكاميرا، ايضا عندك عمليه التقريب او التحكم بالفوكس الخاص فيها، اما ان يكون تلقائي او يدوي. فيما يخص من الجهه هنا راح يكشف لك انه المنفذ الخاص بالHDMI ومنفذ المالتي انترفيس. من الجهه هذه راح يكشف لك على منفذ للذاكره الخارجيه والبطاريه. وزن الكاميرا مع الذاكره الخارجيه والبطاريه 650 جرام. طيب ننتقل الى النظام، نجي للخصائص الموجوده اللي ممكن تستفيد منها في الشاشه. طبعا زي ما انت شايف وضعيات التصوير في كاميرات سوني لم تختلف كثير الصراحه. فعندك هنا زر القائمه اللي ممكن تتحكم فيه اشياء كثيره، مثلا دقه التصوير او دقه تصوير الفيديو، طبعا التاثيرات اللي ممكن تحطها في الصوره نفسها. طبعا عندك موازنه اللون الابيض، ممكن تطلع من القائمة الرئيسية وتنتقل إلى وضعيات التصوير أخرى. ممكن تحط تصوير بسرعة 10 إطارات بالثانية، أو التصوير بتوقيت زمني معين ممكن يكون 10 ثواني أو 5 ثواني على حسب اللي أنت ممكن تحدده في الخيارات الموجودة هنا. طبعا هذه نظرتنا الشاملة الخاصة بكاميرا سوني HX300. كل التفاصيل الخاصة بجودة التصوير والزوم وجودة التصوير الفيديو إن شاء الله راح تلقونها في موقعكم التقريب إلى حدود. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.